يحتفل العالم في مطلع تشرين الأول باليوم الدولي لللاعنف، وهو تاريخ شهد ميلاد غاندي زعيم حركة استقلال الهند، والذي التصق اسمه بثقافة اللاعنف والتسامح. وأهم ما يبرزه هذا اليوم هو محاولات نشر رسالة اللاعنف، بما في ذلك عن طريق التعليم وتوعية الجمهور. لكن العراق، البلد الذي ينام على أزمة ويصحو على عقدة جديدة، ربما لا يكون مشمولا بهذا اليوم وما يفرضه من مفاهيم ورسائل على مستوى الحياة. يعيش العراق على وقع عنف سبق محافل الأنظمة الاستبدادية والعسكرية وحروبها ومقابرها الجماعية وأساليبها في قطع الألسن ومحاولة إسكات الناس. ولم تنتهي هذه الأساليب بعد أن قيل إن العراق يشهد نظاما ديمقراطيا إثر احتلال أكمل كتابة تاريخ العنف بكل أنواع الأسلحة المحرمة وغير المحرمة، ومن ثم إرهاب لم يترك طريقة لإزهاق الأرواح إلا وجربها على رؤوس العراقيين. ليس هناك مفصل لا يتضمن طريقة للعنف وأساليبه وأدواته الثقيلة والناعمة والرمزية. نسب عالية من العنف الأسري وقوافل القتلى مستمرة، أحداث أمنية وخروق واحتجاجات يرسل شبابا فيها إلى المقابر وهم يطالبون بأبسط حقوقهم من الحياة، نزاعات عشائرية تخترق رصاصاتها بيوت الآمنين ومدنهم، وسلاح منفلت يقول منتقدوه إنه يسيطر على كل شيء ويفعل ما يحلو له دون رادع أو محاسب. في العراق، البلاد التي تزدحم مقابرها وسجونها بأغرب حالات العنف وآثاره، لا يمكن إنهاء العنف فيها وفقا لرأي المختصين دون البدء بإصلاح النظام السياسي وبناء دولة مؤسسات ترفع المنافسة السياسية والتعددية والديمقراطية دون أن يكون لأحد الحق في استخدام قوته، دولة لا تفرط في حقها باحتكار ما يسمى بأدوات العنف الشرعي، حيث أن الدولة والجماعات المسلحة الخارجة عنها ندان لا يلتقيان. هكذا يقول التاريخ وتجاربه. العنف في العراق بدأ من الأنظمة السياسية وانقلاباتها الدموية، وبالضرورة سيكون الحد منه ونهايته بالضرورة منها.